يوم كنا صغار ونشوف أشياء نستغربها نروح ونسأل، بس للأسف ما نلقى جواب. الحين ما ينفع لأننا كبرنا، فإذا سألنا نحتاج إجابة، لأن ما في أي شيء يصير بالدنيا من غير سبب. وهذا وش بالضبط؟ مقدمة ابن خلدون؟ مقدمة إني أبي أعرف حقيقة اللي قاعد يصير بالضبط. يصير وين؟ يصير في بيتنا، في عائلتنا، وبشركتنا بعد. وبوك ليه بيدخل الشركة؟ تدري إني أنا مثلك، ماني فاهم شيء. مستحيل ما تكون فاهم. إذا ما كنت فاهم يوسف أو خالتي، مستحيل ما تكون فاهم أبوك. طب تصدقين بالله إن يمكن أكون أنا آخر واحد أبوي يقول لي وش اللي قاعد يصير، وآخر واحد يخاف عليه. تدري ليش؟ لأنك جوا عندنا، وفوق هذا مصر إنه يعلنها حرب علينا. يعني أنا اللي راح أدفع الثمن؟ لا طبعا، مو بس أنت، وشهد بعد، وزواجكم كله راح يكون الثمن. تدري ليش؟ لأني ما راح أسكت. ها عرفتي حاجة؟ يا اختي دي موتتني على بال ما فهمت منها كلمتين على بعض، شوية انجليزي على شوية فلبيني على شوية عربي مكسر، موت. المهم عرفتي ايه؟ صوفي ما كانتش بتكذب، هي فعلا ما قالتش حاجة لغادة. امال مين؟ اللي فهمته ان في واحدة ست، مش ست كبيرة يعني، تقدري تقولي بنت، هي اللي جت لغادة وقالت لها موضوع جوازكم واديتها كمان عنوان بيتكم. بنت مين؟ وطلعت منين؟ واصلا ازاي عرفت عنوان بيتي؟ الشغاله سمعتها وهي بتقول لغاده انها زميلتك في الجامعه. طب انت ما عرفتيش اسمها ايه؟ لا. ماما انا عايزه اشوف الشغاله ضروري وفورا. تشوفيها فين؟ دي لو جت هنا يقطموا رقبتها. اسحبيها على الجنينه وانا اشوفها هناك. ضروري يا ماما.